السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، أهلا بكم إلى أخبار الثقافة، والبداية مع أبرز العناوين. تدشين معرض سيرة قائد وعهد ماجد الذي يحكي السيرة التاريخية الماجدة للسلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه. سلطنة عمان تشارك في افتتاح أعمال الدورة 22 مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي. انطلاق النسخة الخامسة من مهرجان السليمانية السينمائي الدولي في العراق. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. دشن صباح اليوم متحف قوات السلطان المسلحة بمقره بمعسكر بيت الفلج معرض سيرة قائد وعهد ماجد الذي يحكي السيرة التاريخية الماجدة للسلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه. وجاء ذلك بمناسبة احتفال المتحف بذكرى يوم القوات المسلحة الذي يوافق 11 من ديسمبر من كل عام وافتتاح جناح الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع. سيرة قائد وعهد ماجد معرض دشنه متحف قوات السلطان المسلحة يحكي السيرة التاريخية الماجدة للسلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، وذلك بمناسبة احتفال المتحف بذكرى يوم القوات المسلحة الذي يصادف 11 من ديسمبر من كل عام، إلى جانب افتتاح جناح الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع في متحف قوات السلطان المسلحة، والذي يضم نماذج متعددة من المعدات والآليات العسكرية. تشرفت اليوم بتاريخ 20 ديسمبر 2021 برعاية حفلكم الكريم بافتتاح هذا المعرض، والذي يضم بين جنباته كنوزا من المقتنيات السلطانية للسلطان قابوس ابن سعيد ابن تيمور طيب الله ثراه. إنه من حسن الطالع اليوم أن نفتتح هذا المعرض الثابت، معرض معدات الخدمات الهندسية بقوات السلطان المسلحة. لقد تصادف هذا اليوم مع افتتاح بعض المعروضات الخاصة بصاحب الجلالة طيب الله ثراه، وكانت اليوم الفرصة السانحة لافتتاح أيضا معرض الخدمات الهندسية والمتمثل في بعض المعدات القديمة التي أخرجت من الخدمة وساهمت في بناء هذا الوطن وفي تقديم الخدمات لقوات السلطان المسلحة. ويضم معرض سيرة قائد وعهد ماجد عددا من الهدايا المهداة للسلطان الراحل طيب الله ثراه من قادة الدول الشقيقة والصديقة، وبعضا من مقتنياته الشخصية كالبدلات العسكرية والأوسمة والأسلحة والسيوف. عمان ولله الحمد تمتلك تاريخ أقل ما نصفه بالعظيم بفضل الإنجازات التي سطرها آباؤنا أو حققها أجدادنا عبر الفترات الزمنية المختلفة من تاريخ وعمر هذا الوطن العزيز. وطبعا كان للجانب العسكري جزء كبير وكبير جدا في صنع تاريخ هذا البلد الذي يستحق أن يبرز بمختلف الوسائل والإمكانيات المتاحة. وما رأيناه اليوم من هذه الجهود المتمثلة في قوات السلطان المسلحة بشكل عام هي في الحقيقة تستحق التقدير وتستحق الإشادة، خاصة بعدما لمسناه من معروضات ومن مقتنيات تتعلق أو تخص السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه باني نهضة عمان الحديثة. طبعا اليوم هذا المعرض الذي يخلد ذكرى هذا القائد، وطبعا ما شاهدناه من معرض يحوي على السيرة الذاتية لحضرة صاحب المغفورة له حضرة صاحب الجلالة، كذلك الأسلحة النادرة والهدايا. احنا سعيدين جدا بالمشاركة في هذا المتحف وتخليد هذه الذكرى. حفظ الله عمان وحفظ سلطانها جلالة السلطان هيثم القائد الأعلى. يضم المتحف في أروقته عددا من القاعات المقسمة على شكل حقب زمنية مختلفة تشتمل على وثائق تاريخية وأسلحة ولوحات تجسد التاريخ العتيد لسلطنة عمان بشكل عام ولقوات السلطان المسلحة على وجه الخصوص.
فضلاً عن مسيرة التطوير والتحديث التي شهدتها قوات السلطان المسلحة. كذلك يضم المتحف ساحة خارجية للمعدات العسكرية المتعددة التي تم استخدامها في قوات السلطان المسلحة. ويظل متحف قوات السلطان المسلحة خير شاهد على التاريخ العسكري العماني والانتصارات التي حققها العمانيون على مر التاريخ، وقد عبر اليوم وبجلاء من خلال العنوان الذي تصدر هذه الفعالية سيرة قائد وعهد ماجد، ذلك التاريخ العتيد والحاضر المشرق الذي يستشرف كل عماني من خلاله المستقبل الواعد بإذن الله تعالى تحت الرعاية السامية لجلالة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه. من متحف قوات السلطان المسلحة، النقيب سعيد بن خالد النافعي. شاركت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب اليوم في افتتاح أعمال الدورة 22 من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، وحمل شعار مراجعة الخطة الشاملة للثقافة العربية وتنفذه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلم الإلكسو ووزارات الثقافة بالوطن العربي بإمارة دبي، ويستمر يومين. ويترأس وفد السلطنة سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة. وسيستعرض المؤتمر نتائج مراجعة الخطة الشاملة للثقافة العربية وبرنامج سفير فوق العادة للثقافة العربية وخريطة العمل الخمسية للملفات العربية المشتركة لتسجيل التراث الثقافي غير المادي مع اليونسكو واعتماد توصيات اللجنة الدائمة للثقافة العربية. كما يناقش مخرجات المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي والمشروع العربي الثقافي المشترك والإعلان عنه وتحديد موعد انعقاد الدورة القادمة للمؤتمر وانتخاب هيئة مكتب اللجنة الدائمة للثقافة. في العراق انطلقت فعاليات مهرجان السليمانية السينمائي الدولي في نسخته الخامسة بمشاركة 35 دولة، ويتنافس أكثر من 140 فيلما روائيا ووثائقيا وأفلام قصيرة وأفلام رسوم متحركة في المهرجان المعروف أيضا باسم مهرجان الصنبور الذهبية. وقال المنظمون إن المهرجان هذا العام يركز على السينما في إطار أكاديمي من خلال تنظيم دروس رئيسية مجانية لصانع الأفلام، وسيختتم المهرجان في 23 من الشهر الجاري بتقديم 17 جائزة في المجموع للأفلام الفائزة، فيما ستتنافس 3 أفلام طويلة على جائزة الصنوبر الذهبية. أخبار الثقافة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. مجموعة من النساء بمدينة الحق بولاية طاقة ضمن معرضا للأعمال التراثية العمانية. أهلا بكم. في مدينة الحق بولاية طاقة قامت مجموعة من النساء وبجهودها الذاتية بنزل العديد من السعفيات وحكاية الجلود بأنواعها وغيرها من التراثيات الأخرى.
بين مغتنيات الآباء والأجداد يفوح عبق الماضي التليد، وكأنها دعوة إلى الترحال بين تفاصيله وأنماط تلك الحقب الزمنية التليدة، مجسمات صنعت من الطين بأنامل نسائية مبدعة تجعلك تقف أمام قلاع سلطنة عمان وتجوب بين آبار مياهها. وسفن رابضة بين جنبات هذا المعرض تحاكي التاريخ البحري العماني ورحلات ابن ماجد التي مخرت عباب البحار في ذلك الزمن البعيد. نقلب الطين من المنطقة اللي عندنا ونطحنه، واستخدمونه للحليب، واستخدمونه لأشياء كثيرة أيام القديم، زمان القديم يستخدمون هذه الأشياء القديمة، يحطون فيه الماء ويحطون هون الحليب، يحطون فيه، يستخدمون فيه أشياء كثيرة، منها من المجامر ومنها من هذا الطين، ومنهم القدح، ومنهم الماء، أشياء كبيرة للماء وأشياء كثيرة. قدم لبناتنا أن يحافظنا على هذا الموروث. نحن قد استعملناه كثير وتعبنا وورثنا عن أجدادنا السابقة، والآن نتمنى من بناتنا أن تحافظنا على هذا التراث القديم عشان لا يندثر هذا التراث. أزياء عمانية متنوعة وأسلحة قديمة وفخاريات بأنواع مختلفة ومجامر نقشت بألوان زاهية وصعفيات بأشكال متقنة، بالإضافة إلى الجلود ودورها في جلب وحفظ المياه في تلك العصور. المعرض مجهز بأواني فخارية، ومجهز بالجلود، ومجهز بخياطة أنسجة وبثياب قديمة، ومجهز بأدوات قديمة تراثية، وكنا نحافظ عليها منذ القدم من أمهاتنا القديمات وأجدادنا. تسعى المرأة العمانية في كل ركن من أركان هذا الوطن العزيز إلى المحافظة على هذا الإرث والموروث العماني الأصيل. من نيابة مدينة الحق التابعة لولاية الطاقة، سالم بن بخيت العامري، محافظة ظفار. مع بلوغ فصل الشتاء ذروته تشهد أودية عاهن وحيبي في ولاية الصحار نشاطا سياحيا من المواطنين والمقيمين لتميزها بمقومات طبيعية خلابة. مع صوت خرير الماء المتدفق بين صخور الطبيعة وجمال المكان بكل ما فيه يحلو المشهد، وترتسم صورة جمال الطبيعة بمناظرها الخلابة في قرى وادي حيبي ووادي عاهن بولاية صحار. هذه القرى التي أصبحت قبلة للكثير من الأسر والسياح. والله تتميز طبعا ولاية صحار وهذا الوادي الجميل بمناظر طبيعية خلابة، وفعلا يعني احنا خططنا للرحلة هذه قبل حوالي أسبوعين على أساس نبيت في صحار ونقل الوادي هذا. جماليات المشهد بعد هطول الأمطار مؤخرا على ولاية صحار أضافت جمالا آخر للأودية والقرى الجبلية، مما جعلها مقصدا وخيارا أولا للتنزه العائلي. شدنا جماليات المكان والمياه المنسابة طبعا التي تأتي من الجبال، وطبعا تتميز أيضا المنطقة بكثرة الأمطار الموسمية، خاصة استفادت ولاية صحار من المياه التي هطلت في الأيام الماضية وخاصة في إعصار شاهين. جريان المياه في هذه الأودية أوجد المتعة والفرح في قلوب هؤلاء الأطفال في صورة تؤكد على تنوع ونجاح السياحة العائلية في محافظات سلطنة عمان. بعد رحلة فضائية هبط رجل أعمال ياباني ومساعده يرافقهما رائد فضاء روسي على الأرض كأول سائحين يمولون رحلتهم إلى المحطة الفضائية الدولية منذ أكثر من عقد. وهبطت الكبسولة التي تقل سائحي الفضاء في سهول كازاخستان
على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب شرق مدينة زيزكاسكان. وتشير التقارير لأن رجل الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا دفع أكثر من 80 مليون دولار من أجل أن يخوض هو ومساعده هذه الرحلة التي استغرقت 12 يوما. في ختام النشرة تذكير بالعناوين: تدشين معرض سيرة قائد وعهد ماجد الذي يحكي السيرة التاريخية الماجدة سلطان قابوس لسعي طيب الله ثراه. سلطنة عمان تشارك في افتتاح أعمال الدورة 22 مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي. انطلاق النسخة الخامسة من مهرجان السليمانية السينمائي الدولي في العراق. هكذا مشاهدينا انتهت نشرة أخبار الثقافة. نشكركم على المتابعة. تحب التحيات فريق العمل. في أمان الله.